واحنا بنتكلم عن كل العالم المهتم، إذن كل الحلول المقدمة الممكنة لمواجهة التغير المناخي هي مطروحة ومقبولة ومهم جدا مناقشتها، لأنه إحنا بنتكلم عن ارتفاع في درجة حرارة الأرض ممكن أنه مش بس يؤثر سلبا، وهو بيؤثر سلبا حاليا، إلا أنه ممكن يغير شكل الحياة وينهي الحياة التي نعرفها على أجزاء كبيرة من الأرض. يعني الموضوع خطير جدا. فعلشان كده واحنا بنتكلم عن تغير المناخ، مثلا الاسبوع اللي فات كان معانا اتكلم عن ازاي مناقشه تغير المناخ بالفن، هتلاقوا بالرياضه، هتلاقوا التجاره، الصناعه، كل الناس مشغوله بده، وكل من لديه حل يقدمه واجب عليه انه يقدمه. فبسبب ده اتطرح سؤال كبير جدا، طب احنا في العالم كله بنتكلم عن التحول او ازاي الذكاء الصناعي ممكن يقود العالم في تغيرات كتير، طب هو يقدر يقودنا كمان في أنه يحل أزمات كبرى زي أزمة التغير المناخي؟ الذكاء الاصطناعي، الماشين ليرنينج، أو إزاي أغذي الماشين ببيانات تساعدني على أنها ألاقي حلول؟ الفكرة دي كلها أعتقد أنها ممكن جدا تكون من الحلول المطروحة جدا. السؤال الكبير بقى، إزاي ممكن نربط بين الذكاء الصناعي وقضية تغير المناخ؟ هل حجم المعلومات المقدمة لكل الآلات اللي ممكن تساعدنا ممكن كمان يخرج عنها نتائج؟ بالمناسبة كل علماء العالم بيجتمعوا في هذا الأمر وبيتكلموا وبيطرحوا حلول، وأيضا ده من أهم الموضوعات اللي بتطرح في COP27 إن شاء الله في شرم الشيخ. إحنا سعداء جدا بقى أنه بينضم إلينا من تونس الأستاذة مها الجويني، رئيس المركز الأفريقي للذكاء الاصطناعي، اللي ممكن تقول لنا عناوين رئيسية كده نقدر نفهمها عن الحلول اللي ممكن تكون مطروحة بتقنيات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تساعد في دعم قضية المناخ. مساء الخير أولا أستاذة مها. عسلامة، أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي. أنا مها الجويني، مقيمة في موريتانيا واشتغل في القارة الإفريقية في مجال سياسات الذكاء الصناعي، وأحدثكم من تونس. شكرا لاستضافتي، وخاصة للنقاش وللحوار حول دور التكنولوجيا، دور الذكاء الصناعي في لإيجاد حلول فيما يتعلق بالذكاء فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، وخاصة أنا تونسية ومقيمة في تونس، وأعلم جيدا أنه التغيرات المناخية هددت بالأمن الغذائي الوطني التونسي، هددت بالثروات البحرية في تونس، تهدد بحياة التونسيين. الأمر ليس بهين. وهو بوافق حضرتك جدا، وأزيد أنه أفريقيا هي القارة الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية لكنها الأكثر تأثرا. عايزة برضو رأي حضرتك في الموضوع ده. طبعا هو الفكرة ومؤسف، هي نحن نقع على جنوب البحر المتوسط، ومنطقتنا من أكثر المناطق جغرافيا تواجه معضلة الاحتباس الحراري وارتفاع الحرارة وعدم قدر وانخفاض نسبة الملوحة في وانخفاض نسبة الملوحة والمياه في التربة، والأمر الذي يجعل من تكلفة الزراعة غالية وباهظة جدا، بالإضافة لتضرر قطاع السياحة في منطقتنا، نتحدث على تونس، يعني الخسارة في مجال السياحة وصلت ل 3.6 مليار دينار تونسي، بالإضافة لتهديد الثروة البحرية بسبب ما نواجهه من تغيرات مناخية. فهي أوكي نتفاهم القارة الإفريقية الأقل تغييرا، لكننا نحن على شمال القارة ونحن الأكثر عرضة، وشفنا الفيضانات والكوارث البيئية في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا، وهذا الأكثر سوءا لأن ليبيا تتعرض لمعضلتين، تغير مناخي مع حرب أهلية مع هجرات داخلية. فكل هذه الإشكالات يمكن أن نحلها بكفاءاتنا الوطنية، وليس لنا إلا مراكز البحث الوطنية وأيضا خططنا الوطنية للذكاء الاصطناعي، لأنه تجربة استيراد التكنولوجيا من الخارج لا تؤدي دائما بنجاحات، يعني التجارب التي وقعت في الصين لا تصح إلا في البيئة الصينية. أنا مع أنه مراكز بحثنا هي التي تمول وهي التي تجد لنا الحلول، وهذه بس مشكلة. يا أستاذة مها، نعم
بس عاوزة أسأل نعم. حضرتك هنا عن نقطة مهمة جدا، أنه قضية التغير المناخي هي قضية عالمية، حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا، يعني إذا صح التعبير، ملكيتها الفكرية عالمية، يعني من يملك المعلومة والتقنية والحل سيقدمه للعالم كله بلا شك. ومن هنا عايزة أسأل حضرتك تحديدا، اشرحي لنا واشرحي للمشاهدين يعني إيه أنه سياسات الذكاء الاصطناعي ممكن أن تكون هي الأمل، أو هي عندها بعض الحلول لقضية المناخ أو الاحتباس الحراري والقضية الأهم والأخطر. الصراحة أول تجربة لازم نتحدث عنها هي تجربة الكرايسيس ديتكشن، أنه الخوارزميات تقدر تقول لك هل تقدر تستبق الكارثة. نحن تحدث عنا فيضانات ولكنها تأتي فجأة، ليس لدينا تلك التقنيات المتطورة التي تستبق حدوث الكارثة البيئية. وهذا ما نحتاجه فعلا بصراحة. فكرة أيضا استخدام التكنولوجيا في قطاع الصيد البحري، أنه التكنولوجيا تقدر تقول لك هل هذا المكان متضرر أم لا، منسوب المياه، تأثر الحرارة به، حتى العاملين في هذا المجال يقدروا يتعاملوا فيه. أيضا الذكاء الصناعي قادر يساعد على إيجاد حلول للتلوث، لأنه نحن في دول الله غالب نواجه الكثير من ظواهر التلوث الصناعي، بالإضافة مع غياب الوعي لنا لمتسكنين شمال أفريقيا وأفريقيا عامة، لأنه جزء من إيجاد حلول للتغيرات المناخية. وأنا أحيي الحكومة المصرية والدولة المصرية لاحتضانها لقمة تغير المناخ، لأنه الوعي بقضية تغير المناخ هو الحل الأول. ثانيا أحيي مصر لإطلاق هذه الخطة الوطنية للذكاء الصناعي ولمراكز البحثية في مصر لدعم تكنولوجيا الذكاء الصناعي، لأنه كيف ما قلت قادر يقول لك على المشكلة قبل وقوعها، أيضا يجد حلول أقل تكلفة، لأنه طبعا هي مشكلة عالمية كما ذكرت سيدتي، ولكن في التغيرات المناخية أثبت لنا أن الدول القادرة على صناعة التكنولوجيا والدول التي لديها اكتفاء ذاتي والتي لديها من العتاد ستتمكن من تجاوز المسألة. إذا الإشكال هو فينا نحن دول الجنوب، الدول التي عليها أن تستثمر حاليا في العلم، والدول التي عليها أن تسعى وتعمل على أن تكون جزء من الحل. بشكرك وبشكر هذا الإحساس العميق بالقدرة. أعتقد أنه ده بينقصنا ويهم جدا جدا أن نمتلكه. الأستاذة ما بتكلم بهذا القدر من الحماس، الحلول يجب أن تأتي من عندنا من الداخل، وأننا نمتلك القدرة على تقديم هذه الحلول. كل الشكر الأستاذة مها الجويني من تونس، رئيس المركز الإفريقي للذكاء الاصطناعي. حلول الأستاذة ما بتكلم عنها، احنا بنتكلم في انبعاثات كربونية خطيرة جدا بتهدد المساحات الخضراء في العالم، فالذكاء الاصطناعي ممكن بمساعدة اننا نديله بيانات كافية يطلع لنا منتجات ليها انبعاثات كربونية اقل. الذكاء الاصطناعي يساعد في ما هو اسمه جيو فاينانس او التمويل الجيوغرافي، يساعد في امور لها دعوه بتقليل الكربون دايوكسيد في العالم، بيساعد في امور كثيره جدا جدا زي ما ذكرت واتكلمت استاذه مها. القصد اننا بنقول انه لهذا يجتمع رؤساء العالم، لانه الامور زي ما حضراتكم كده شايفين ومتابعين مش قصه مبادره فرديه، فمصر هتعمل مبادره فتقلل الاحتباس الحراري في مصر، لا تنفعش. تونس هتعمل مبادرة فتقلل الاحتباس الحراري في تونس، مستحيل. العالم إن لم يجتمع هذه المرة فالعالم كله في خطر.